أهلا وسهلا أحبائي أعزائي الطلاب، اليوم درسنا عن الزاوية الأدبية The Canary by Catherine Mansfield. مثل ما تعرف عزيزي الطالب أن السؤال الرابع بالأسئلة الوزارية هو الأدب، ومعظم الأسئلة يا أما عن حياة الكاتب أو عن النص بحد ذاته أو بعض المعاني المتطلبات مثل الموجودات بالنص أو في الحياة في بعض الأحيان. لاحظ عزيزي الطالب، لازم أعرف بعض تفاصيل عن حياة الكاتبة. إذن أول ما يجب أن أعرف صورتها بالحقيقة، اللي هي كاثرين مانسفيلد، واسمها الحقيقي عزيزي الطالب هي كاثرين مانسفيلد موري، أو أطلق عليها كاثرين. طبعاً هير بيرنتس هارولد أن أني بانشام، طبعاً والداها عزيزي الطالب هم هارولد أن أني بانشام، اللي هذولا بالصورة بالحقيقة عزيزي الطالب. شنو والدها؟ ريتش مان، كان رجل ثري، طبعا بانكا بالحقيقة، كان بانكا يعني رجل مصرفي. وين؟ إن عائلة بانشام هؤلاء five children، لديهم جد 5 أولاد. هير أوردر يعني كان الترتيب مالتها، يعني كانت بالعائلة اللي هي هاي كاثرين مانسفيلد، اللي هي the third of five children in a wealthy or rich family، اللي كانت الثالثة من 5 أطفال. نجي لهنا عزيزي الطالب، her birthday، ولادتها in this house، في ذلك البيت اللي هو ويلينغتون، في مدينة ويلينغتون في نيوزيلند. إذن ولادتها في ويلينغتون في نيوزيلند. شو وقت؟ She was born on the 14th October 1888 in نيوزيلند ويلينغتون. ولدت في 14 أكتوبر 1888 في مدينة ويلينغتون اللي هي تابعة لدولة نيوزيلند. In this house بالضبط. لاحظ عزيزي طالب، her movement between 1903 and 1906 moved to many countries، انتقلت إلى عدة بلدان، وخاصة وين هذه البلدان؟ وأحد هذه البلدان هي إنجلترا، وخاصة اللي هي في مدينة لندن. إذن الحقيقة الثابتة لها، she moved to London in 1903، في سنة 1903 ذهبت أو سافرت إلى لندن. لماذا؟ أكو غرض مهم جدا، اللي هو شنو عزيزي الطالب؟ to study music، حتى صار معرض اللي هو تحت اسم Mansfield Music and Exhibition. طبعا شنو هذا؟ سبب دراستها للموسيقى، لأن انعدمت الموسيقى في نيوزيلندا في هذه السنة، فأدت إلى ذهابها وانتقالها إلى مدينة أخرى اللي هي لندن في عام 1903 اللي يقرأ 1903. لاحظ عزيزي الطالب، هنالك أحداث أخرى اللي هي مثل إيش عزيزي الطالب؟ بعد دراستها الموسيقى at Queen College، طبعاً من انتقلت إلى لندن ودرست الموسيقى في 1903، ركز على السنوات لأن كل سنة بها عدد عزيزي الطالب. إذن السنة الأولى هي 1888 هي ولادتها في نيوزيلند ويلينغتون، و1903 اللي هو انتقالها إلى لندن to study music at Queen's College، اللي في مدينة درست الموسيقى عفوا في كلية الملكة. إذن بعد دراستها 1903 الموسيقى في كلية الملكة وكتاباتها ونشاطاتها عن her activity، she became an editor، أصبحت محررة، يعني مسؤولة عن جريدة الكلية. شون يعني؟ مقالات، أحداث، إعلانات، ترتيبات لمعارض أو شيء، فأصبحت an editor. إذن she became an editor at Queen College newspaper. هاي أيضا بها سنوات 1904 1904 1905. لاحظ عزيزي الطالب، هنا انتقالها between 1903 and 1906، بين السنوات أو الثلاث سنوات انتقلت
to more countries in Europe. في عدة دول في أوروبا. منها جيرماني اللي ألمانيا، فرنس and لندن، وكذلك أوكلاند، وعدة دول واستقرت بين لندن وبين نيوزيلند. لاحظ عزيزي الطالب هذه الحقيقة. شو تقول هذه الحقيقة عزيزي الطالب؟ She traveled around Europe between 1903 and 1906. بين السنتان أو ثلاثة سنوات بالأحرى 1903 إلى 1906 انتقلت إلى عدة بلدان. إذن أرجع 1888 ولادتها، 1903 انتقلت المن عزيزي move to London to study music at Queen College. Between 1903 and 1906 moved أو traveled around Europe، يعني حاولت أو شنو سافرت بجولة حول أوروبا. لاحظ عزيزي الطالب، she returned back بعد 1906 returned back to New Zealand in 1906. الدور رجعت المن الموطنها الأصلي اللي هو شنو New Zealand in 1906. دير بالك عزيزي الطالب. لاحظ and she began to write short stories، وبدأت في 1906 بكتابة أو البدء بكتابة القصص القصيرة والبومز والقصائد ولا آخره. إذا بعد ذلك she began to write short stories بيا سنة عزيزي الطالب in 1906. دير بالك في سنة 1906. لاحظ she moved to London، أيضا انتقلت أو رجعت إلى لندن هسه ب 1903 عن 1906 انتقلت حول أوروبا. رجعت المن إلى نيوزيلندا في 1906. بدأت كتابة القصص القصيرة والقصائد 1906. بعد سنتين رجعت المن إلى لندن كمل دراسة أو الفسحة أو تعيش هنالك. And she moved and she moved to back to London in 1908. لاحظ عزيزي الطالب، كاثرين مانسفيلد became ill with the tuberculosis. Look at this picture. بدأت بشعور بالغثيان أو التعب والإرهاق in 1916 في 1916. In 1917 يعني 1917 became ill with the tuberculosis مثل كورونا عزيزي وانتشارها في العالم. هم انتشر مرض اسمه tuberculosis اللي تحت عنوان او اختصار الابريفيشن مالت تي بي اللي هو معناه سل الرئوي عزيزي الطالب في 1917. In 1917 she became ill with the tuberculosis TB. لاحظ عزيزي الطالب، her death this disease هذا المرض killed her in 1923 قتلها في سنة 1923. آلت وتعالجت في لندن وفي عدة دول لكن لم تحظى بالشفاء الكامل. إذن أدى إلى موتها after her suffering that disease. She died on the 9th of June في التاسع من كانون الثاني in 1923 في سنة 1923. لاحظ عزيزي الطالب، she became or remained famous ما تزال مشهورة. ليش عزيزي الطالب مشهورة؟ مشهورة for her collection بسبب جمعها short stories and مثل ما نقول poems قصص قصيرة وكتابات وقصائد أدت إلى أن تجعلها modernist well known أصبحت مشهورة في العالم. إذن after her collection two short stories خاصة لجمعها عدة قصائد وspecially خصوصا The Bless. Bless معناها بابا منتهى السعادة أو الفرحة أو الغبطة، هاي يسموها Bless ها. وكذلك The Garden Party معناها حفلة الحديقة. إذن هذه أعمالها عزيز طالب. She became famous for her collection of poems and short stories especially The Bless and The Garden Party. هاي من أهم أعمالها وكذلك The Canary وعدة كتابات إلها خاصة في دار خاص للطباعة في نيوزيلند وكذلك.
طبعا كاثرين مانسفيلد جسدت حياتها في قصه اسمها الكنيري اند مسز، اللي هي اصبحت ربة بيت بعد ذلك وجسدت حياتها بيها، وتكلمت عن طير الكناري اللي يعتبر سيمبوليزم اوف ذا ميوزك، اللي هو يعتبر عزيزي الطالب هو رمز للموسيقى، خاصه وين شي بوتت فروم تشاينا مان، من الرجل الصيني، اللي اشارت انه most instruments أو musical instrument، الآلات الموسيقية تصنع في الصين، فأشارت هنالك تشخيص أو flashback of her memory وهو ذكريات، وهنالك أمور أخرى sympathized with her emotions، التعاطف مع عواطفها إلى الكثير منها، فأشارت إلى هذه الأمور بطير الكناري، أشار إلى الموسيقى ودراستها وشراء من الرجل الصيني، لأن الآلات كانت الموسيقية صينية الصنع. لاحظ عزيزي الطالب، راح نتقص أو نأخذ الأسئلة المتوارثة في الأسئلة الوزارية عن حياة الكاتبة. Where and when was Catherine Mansfield born؟ أين ومتى ولدت كاثرين مانسفيلد؟ إذن أداتا سؤال مرن علينا عزيزي الطالب، أين تسأل عن المكان وين تسأل عن الزمان؟ إذن الإجابة المناسبة لهذا السؤال عزيزي الطالب، She was born in 1888 in New Zealand. إذا جاوبت على هذا الإجابة راح تحصد على درجتين. لا تحاول أن تختصر رأساً in 1888 in New Zealand. خلي إجابتك نموذجية عزيزي الطالب على مود تحصل على درجتين. وإن شاء الله من يشوفك المصحح أنت كاتب بالصورة الصحيحة راح يساعدك، حتى لو كانت هنالك أخطاء إملائية وإن شاء الله ما. نجي للسؤال الثاني عزيزي الطالب عن حياة كاثرين مانسفيلد. سؤال يجينا بطريقتين، يجينا على شكل عزيزي الطالب شنو هو؟ يا أما على شكل فراغات يا أما على شكل اختيارات، اللي هي النقطة رقم 2. كاثرين مانسفيلد was the third، خاف تجينا كلمة the third المفقودة، يعني تخلي the third، الثالثة of five children، من 5 أولاد. لو اجتك اختيارات قال لك a wealthy poor family، إن a wealthy أو poor family، في عائلة ثرية لو عائلة فقيرة. إحنا قلنا أبوها بانكر وهي تعيش في ويلينغتون، من المدن الجميلة وبيها زراعة وبيها صناعة وبيها كل الأمور، إذن rich family أكيد عائلة ثرية، فراح أختار الاختيار wealthy إذا أجدتك على شكل اختيارات. لاحظ عزيزي الطالب سؤال آخر، where did she move in 1903 and why؟ أين انتقلت؟ جلنا 1903 عزيزي الطالب، انتقلت to المن؟ to لندن. أكو غرض انتقالها إلى لندن، ليش؟ نقص الموسيقى في أوكلاند أو نيوزيلند أو ويلينغتون أدى إلى سفرها لدراسة شيء حبته، اللي هو كان مفقود في نيوزيلند، اللي هو شنو هو؟ الميوزيك. إذن هذا السبب. إذن she moved to London in 1903 to study music at Queen College، Queen's College، في كلية الملكة درست الموسيقى. وهنا يجي سؤال آخر، Why did she move to London؟ لماذا انتقلت أو سافرت أو ذهبت إلى لندن؟ أيضا راح أجاوب to study music at Queen College. Where did she study music؟ أين درست الموسيقى؟ راح عن اسم الدولة أو المدينة راح تقول in London. When، متى؟ in 1903. لكل سؤال بابا عدة تفرعات. سؤال الرابع، what did she become at Queen's College؟ ماذا أصبحت؟ قلنا عزيزي الطالب من 1903 وبدأت كتابات وبدأت، ماذا أصبحت في كلية الملكة؟ نشاطات عندها وشاطرة وسباعية، ومن هاي الأمور اختاروها أن تكون شنو؟ محررة، لأن كتابة عندها، لأن قلم قوي مثل ما نقول، أصبحت يعني من المشهورات. إذن أصبحت the editor of Queen College newspaper، أو an editor، محررة لجريدة الملكة. أوكي عزيز طالب، لاحظ سؤال آخر ليه أو بنيتي، what did she do between 1903 and 1906؟ ماذا فعلت بين 3 سنوات 1903 إلى 1900؟ إيش قلنا؟ She traveled around Europe between 1903 and 1906. انتقلت بين دول أوروبا بين السنوات 1903 إلى 1906.
When did she return to New Zealand after traveling around you? بعد إكمال هالجولة شو المن رجعت في 1908 إذا تذكر المن she returned to New Zealand in 1906 مو 1908 عزيز طالب 1906 بعد الإكمال رجعت بال 1908 رجعت إلى لندن okay when did she begin to write short stories متى بدأت بكتابة القصة رجعت استقرت عندها وطلعت أوراقها وطلعت أمورها إذا إيش راح تبلش راح تبلش بالكتابة إذا متى بدأت هي رجعت لها بالستة يعني أيضا بالستة إذا in 1906 في 1906 لاحظ عزيزي الطالب سؤال الثاني when did she moved back to London متى رجعت إلى لندن هم شو وقت رجعت بعد سنتان اللي هي she moved back to London in 1908 في سنة 1908 هاي الإجابات النموذجية عزيزي الطالب عزيزي الطالب من إحنا كتبنا عنها وجدنا هسه بالمنهج والناس تعرفها وترجمت إلى عدة لغات واستخدمت وأصبحت محررة في جريدة الملكة أو كلية الملكة الآن هي أصبحت مشهورة فلو إجانا السؤال قال لك What is she now? أو هو أو what was Catherine Mansfield أو is Catherine Mansfield بكل أدوات السؤال من هي الإجابة المناسبة أو wow non-modernist writer هي كاتبة مشهورة معاصرة when from New Zealand من New Zealand تريد تكمل أو فقط هاي الإجابة كلش كافية وإن شاء الله تحصل على الدرجتين ومثل ما وعدتك لاحظ السؤال العاشر يا عزيزي اللي ما أتمنى أن يكون إلها أو حتى لأي شخص What happened to her in 1917? ماذا حدث في 1917? Long disease like corona who killed more people in our life Human beings will destroy in these years في هذه السنوات دمرت الناس وماتوا كثيرا واصابوا بهذه الامراض اللي مثل كورونا اللي هو من هو عزيزي الطالب she became اصبحت مريضة بالسل الرئوي tuberculosis او تي بي عزيزي الطالب ودير بالك عليه اجانا سؤال في سنة من السنوات يقول كاثرين مانسفيلد was severed from كانت تعاني من منطينا diabetes خط مائل tuberculosis طبعا ذن المرضين مرا علينا وعدنا اثنين بنات بال مثل ما نقول وين بالكتاب اللي هي لطيفة أم أحمد وعدنا كاثرين لطيفة بالdiabetes اللي هو من هو مرض السكري عفوا وتيوبركلوزز اللي هي كاثرين مانسفيلد اللي هي أصيبت بتيوبركلوزز فراح يصير الاختيار مالتك تيوبركلوزز هذا خاص بالمرض مالتك لاحظ عزيزي الطالب أكو أسئلة إضافية When did كاثرين مانسفيلد die؟ متى توفيت؟ إيش قلنا؟ قلنا 1917 يعني بعد تقريبا حوالي 6 سنوات أو أقل تقريبا بعد المعاناة من المرض إذن die إذن she died in January in 1923 she died in January في كانون الثاني 1923 تذكر يا يوم عزيز طالب بالملاحظة التاسع من January 9th of January in 1923 how old أو كم عمر أو what age في أي عام أو مرحلة أو سنة was she كانت when she died عندما توفيت يعني عزيزي قد عمرها من توفت خلنا نحسبها أصيبت بال 17 توفت بال 23 انولدت بال 1888 راح يطلع 36 إلى 35 سنة إذن she was at the age of 35 راح يطلع حوالي بال 35 سنة تقريبا وشوية لأن فرق الأشهر تمام عزيزي الطالب إذن سؤال Why does she remain famous لماذا ما تزال مشهورة
إيش قلنا؟ أعمالها، نشاطاتها، كتاباتها اللي هي خلتها شنو عزيزي الطالب؟ مشهورة. إذن بهاي الحالة راح أجاوب الجواب النموذجي اللي يقول For her collection of poems and short stories Especially Bless and the Garden Party لجمعها مجموعة من القصائد والقصص القصيرة خصوصا بلس الغبطة يعني منتهى السعادة الفرحة هواي تعاريف إلها and the garden party وحفلة الحديقة طبعا هذه الأعمال كلها جزء بسيط عن فقط حياتها وإن شاء الله الدروس القادمة راح نبدي بالنص والأسئلة الوزارية وراح نفصل كل مقطع واحد ورا الثاني واتمنى لكم الموفقية وتابعونا بالقناة ومزيد من الفيديوهات الخاصة بمنهج السادس الإعدادي والله الموفق.